أهلا بكم متابعي قناة حياة المعرفة. إنها واحدة من أندري النباتات في العالم. النخيل طويل القومة، الأوراق داكنة اللون اللامعة. وجدت واحدة فقط على منحدر يواجه الجنوب على حافة غابة نيغوي في جنوب أفريقيا. إنها انقرضت في البرية. النبتة الوحيدة التي وجدت من الذكورة وهي لا تنتج أي بذور. وقد بدأ الناس تزوجها مع أقرب الأنواع لها لإنقاذها من الانقراض. وتم أخيرا بعد 3 أجيال من التلقيح الوصول إلى ثلاثة نقية تقريبا مرة أخرى. متابعي قناة حياة المعرفة، ضع لايك واشتراك وتفعيل علامة الجرس. انتظرونا في معلومة قيمة جديدة إن شاء الله.